بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استعلام التحديث، الكتاب يمكن مر على استعلام التحديث وضرب عليه مثال وكيف تصمم. اليوم بدنا نكمل على شغل الكتاب. ممكن يجي في الامتحان العملي بالطريقة التالية: صمم استعلام يقوم بتعديل أو تغيير أو إضافة. استعلام التحديث عموما هو عملية تغيير على بيانات موجودة. تعال نبدأ مباشرة ونشوف على الاستعلام الأول. بدنا نغير اسم المريض اللي رقمه 10 إلى علي. هروح مباشرة على قاعدة البيانات، هنلاحظ إنه المريض اللي رقمه 10 اسمه سمير. بدنا نغير اسمه بالاستعلام، الاستعلام نغيره إلى علي. هروح على طول إنشاء تصميم استعلام، وبدي جدول البي شنط لأنه فيه الأسماء. إضافة إغلاق. المرة اللي فاتت اشتغلنا على الحذف، المرة هذه هنختار تحديث. أول ما اختار تحديث طبعا الحقول من تحت حتتغير، وحيظهر عندي حق أو خاصية جديدة اسمها تحديث إلى، وهذا بحط فيها القيمة اللي احنا القيمة الجديدة اللي بدنا نحطها، ما بهمنا القيمة القديمة ايش كانت. فأنا بدي أغير، بس أنا عندي شرط على فكرة. أنا بدي المريض اللي رقمه 10 أغير اسمه. أنا محتاج يبقى الأي دي عشان أحط فيه المعيار، أقول له هذا اللي رقمه 10. النيم هنا في الحقل تاعي، النيم بدي اغير القيمة اللي موجودة في 10 واحط قبال تحديث الى القيمة الجديدة. قال لي بدنا نسميه علي، سميه علي. هيك بكون انا خلصت السلام. مجرد ان انا عمل تشغيل، تمام، ايش هيقول لي؟ هيقول لي انا في عندك سطر واحد هيصير له عملية تحديث. اول ما اضغط نعم، لو فتحت البيشن هلاقي انه المريض يتحول الى اسمه تحول إلى علي. طيب ممكن تشوف أنت الـ SQL. SQL طبعا المرة هذه هيكون أبديت واسم الجدول ست، وبعدين الحقل اللي احنا القيمة اللي بعد ست على طول القيمة. ولاحظ وتذكر إنه القيمة النصية محتاجة علامات تنصيص، والتاريخ محتاج إشارة سلة. في النهاية هتحط شرط. طب إيش هيصير لو شلنا الشرط؟ تعال نجرب. ممكن احنا نشيله من هنا على فكرة، او من التصميم، يعني احذفه خلاص. بدي ارجع على التصميم وبدي اشيل الشرط، واقول له ايش؟ اقول له انا بديش معيار عليه، واروح اشغل، اروح على تصميم، وانا في التحديث اقول له تشغيل. قال لي دير بالك الامر اللي انت عملته هيغير السبع صفوف اللي موجوده في الجدول. ليش؟ لان انا بشتغل بدون شرط. يبقى الشرط هو بيخليني بحدد لي البيانات اللي هشتغل عليها. بدون شرط بشتغل على كل الجدول. التحديث كمان لازم تنتبه انه بيتعامل مع الحقل. المره اللي فاتت حكينا انه الحذف كان يتعامل مع السجل اللي هو الصف، التحديث بيتعامل مع الاعمده، تمام. ممكن كمان شغله قبل ما نكمل، ممكن ان اغير قيمتين، يعني اغير العنوان، اغير الاسم واغير له العنوان. يعني اقول له هذا المريض مثلا هو من وين؟ هو من غزة. أقول له مثلا أنا بدي المريض اللي رقمه 10 بدي أغير له الأدرس تبعه، وبدل ما هو من غزة خليه مثلا رفح. أروح أكتب له رفح زي هيك. لاحظ إيش هيصير؟ هذا هيغير له اتنين مع بعض، تمام. إحنا علامات التنصيص هنا ما بنحطها، بنحطها لحاله بعد التشغيل الأول. تصميم تشغيل، هيقول لي نعم، هقول له نعم. لو رجعت له تاني على البيشنط هلاقيه صار ايش؟ صار عندي رفع، فغير لي حقلين، تمام، في نفس الاستعلام. نروح على الاستعلام اللي بعده. الاستعلام اللي بعده بدي يغير عناوين مرضى مدينة رفح إلى جنوب القطاع. كم واحد من رفح عندي؟ عندي واحد اتنين من رفح. ده أنا اتنين هدول بدل كلمة رفح بديها تصير جنوب القطاع. حاجة على طول إنشاء تصميم استعلام، وهقول له على طول بدي جدول البيشنت، اعمل اضافة، اعمل اضافة واعمل اغلاق. طيب في عندي شرط، في عندي شرط، تعال نشوف اذا في عندي شرط ولا لا. قال لي ايش؟ قال لي بدي المرضى اللي من رفح يتحولوا الى جنوب القطاع. يعني الشرط انه يكون مكتوب قدام اسمه رفح. معناه الكلام انا لازمني هنا فقط الادرس، تمام. ممكن اضيفهم كلهم انا عشان ما تتغلبوش، ممكن انا اضيفهم كلهم كده، الاي دي، النيم، الادرس، الفون، مع انه ما لهمش لازم لان انا مش هشتغل غير على الادرس. حاجه هقول له هنا المره هذه بدي اعمل تحديث، واقول له الشرط تبعي انه يكونوا من مدينه رفح، وبدي احولهم الى جنوب
القطاع، تمام، ونعمل ايش، ونعمل القيمة الجديدة قدام تحديث إلى، ونعمل تشغيل. قال لي انا لقيت اثنين، نعمل نعم، نشوف البي شمت حولهم من رفح الى جنوب القطاع. الاستعلام الاخير، هذا حاجة جديدة، بده يضيف 5 شيكل مثلا، اعتبرها 5 شيكل الى الفاتورة لكل مريض. لو فتحت البيل فواتير هتلاقي ان انا عندي، ما عنديش كتير، حتى عندي سطرين، عندي 30 و40، بدنا نضيف لكل واحد من هدول 5، يعني 30 بدها تصير 35. لو جيت عملت استعلام، بدنا نعمل استعلام، نزود بالاستعلام، انشاء تصميم استعلام. المرة هذه بدي البل وعمل له اغلاق، وبدي البل ماونت اللي هو الفاتورة. ما بنفعش اروح اعمل تحديث واقول له اعمل لي اياها 5. اذا كتبت 5 وعملت تشغيل، ايش اللي حيصير؟ اللي حيصير انه حيشيل القيمة القديمة ويحط بدلها 5. لا، انا بدي ازود 5. كيف بدنا نشتغلها هذه؟ ولا بنفع اعملها زائد 5 كمان. يعني بدي افرجيك ان انا ما بنفعش تعملها زائد 5. لو كتبت زائد 5 ورحت عملت تشغيل، لاحظ انا ايش سويت هنا، كتبت قدام تحديث الى زائد 5، عملت تشغيل، قلت له نعم، تعال نفتح البيل، ايش حطها؟ حطها 5، ما اعترفش اصلا بالزائد واعتبرها اصلا مش موجودة يعني، تمام. طب ايش الحل؟ كيف بدنا نشتغل؟ الحل انه انا بس درجة هذه زي ما كانت، هذه 30 اعتقد كانت، هذه كانت 40. كيف احنا بدنا نصمم الاستعلام هذا؟ بدي اجي هنا بالزر اليمين، امسحه كده، بدي اقول له تحديث الى، واجي بالزر اليمين واعمل حاجة اسمها انشاء، مرت معانا قبل هيك. بدي اقول له انا الحقل هذا بدي اضيف على الحقل الموجود القيمة القديمة، زود عليها 5. طب من وين اجيب القيمة القديمة؟ بدي اروح هنا على قاعدة البيانات ومن الجداول، واروح على البل، على الحقل اللي بنشتغل فيه، والبل ماونت اضغط عليه ضغطتين، واكتب هنا زائد 5، واعمل له ايش؟ موافق. ايش ما ايش حيصير هنا؟ بقول له تحديث الى، بقول له هات لي القيمة الموجودة عندك القديمة وزود عليها 5. اعمل تشغيل تصميم، واعمل تشغيل، نعمل نعم، طلع البل اللي صار فيها، راح زود لي 5 على كل واحد.